نحن في مرحلة تخريب. فريق الكورة اللي في ماتش سموحة في استاد اسكندرية كانت ستحدث مهزلة من بعض اللاعبين. اللاعب اللي اتشقلب 3 4 مرات على ظهره عشان الواد يجيب جون، واللاعب اللي كان بيتمشى في الملعب وبياخد الكرة بدل ما يخش يرجع، وكان عالة على الفريق وهو عالة على النادي. اقول لكم ليه، انا جبت لكم صورته اللي خلتني اقول عليه انه اسوأ لاعب. هذا اللاعب يصلح ان يكون لاعبا في نادي الزمالك او اي نادي. وبعدين الاخ حسام قال لك هنعمل له غرامة. يا حسام عيب يا حسام، غرامة ده مش عارف مين لاعب شوح لك قعدته 6 اشهر ما يجيش ناحية الكورة. لا هو انت بتلعبش حازم امام ليه يا حسام؟ وصبري رحيل ما بتلعبوش ليه؟ واحمد مرغني مشيته ليه؟ انا كنت اتصور مش عشان علاقتي بيك انت واخوك ابراهيم ان تاخد، انت اللي تبادر باجراء عنيف. انما خافوا من ممدوح بس واحد راجل رئيس نادي بعد الولد ما عمل الكلام دوت، نزل حضنه وبس وقال له انت ابني. ده كلام يا جماعه. وبعدين يقول لك ايه، اصل هو قال له عيب كده يا شيك، عيب يا شيكه. هحبسه، اسمع، هحبسه وهبطله كوره. انا رايح للنائب العام دلوقتي، بقول لك تاني هحبسه، تاني هحبسه ورحمة أمه الغالية، لا أحبسك يا شيكابالا وبطلك كور، وخلي 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 ممدوح عباس بينفعك عشان ما غلطش بس، لا لأنه غلط في نادي الزمالك، جمهور الزمالك لما رمى الشارة مرة وطلع لهم الجزمة مرة. وعشان الصور ده عندي صور تانية بذيئة مع بنات بذيئة، بس أنا طبعا مش هقولها هطلعها في التلفزيون. دي أسهل صورتين أنا عشان بس تشوف أخلاقيات هذا اللاعب. ها واحد بيقول لك إيه الفقر مش عيب، الفقر مش عيب، بس مش معقول تبقى كنت بياخد جزم امير ابني من سنتين وجاي دلوقتي تقيل ادبك على ابوه، عيب. بالنسبه للاستشكال احنا كنا اتكلمنا عنه، بس لا يوقف التنفيذ، وجايبين محامي لا مؤاخذه واضح ملوش علاقه بالقانون، وراح يرفع اشكال في محكمه الاسره، وبعدين قال الحكم ده يتلغي. عيب يا عيب يا ابن زكي بدر. طب اقول لك بس اسال مين؟ اسال عمك عشان ابوك مات. انا عملت ايه في ابوك في مين هاوس؟ الاستشكال اللي عمله ممدوح عباس، هو العدم سواح بيهزر بقى. هو انا عايز اعرف، واحد زور ومتشبس عايز يقعد ليه؟ ما هو لو راجل جدع بقى وجامد كده وجاي عندك من غير تزوير يقول لي تعالى يا عم مرتضى نعمل انتخابات بكره، انما هو عارف انه جايب التزوير ومش هيجي الزمالك تاني لانه كشف.